مبادرة نفذناها اللي بتتعلق في الشمول الاجتماعي لسد الفجوة بين المواطن والبلديات، لأنه إحنا كلجنة مسائلة لازم نوضح الأمور بين المواطن وبين البلدية. فالمواطنين في هالمنطقة هم بيحتاجوا أكثر إشي لهذه المشكلة الموجودة عندهم، ما في إضاءة بالشوارع. اتطرقنا لعمل مبادرة بسيطة، تركيب الكشافات الطاقة الشمسية. وجدنا أنه في عندنا بعض الحلول، أنها فتحت مجال أمام المواطنين لسد الفجوة. ثاني شيء أنه وفرنا سبل أو مشي بالليل أمان للمواطنين، للستات، للأطفال وذوي الاحتياجات. هيك بنعتقد أنه مبادرتنا حلت جزء من المشكلة. إحنا ما بنقدر أنه نحل المشكلة بشكل نهائي، لا، لكن إنا بنحد من خطر هاي المشكلة. بقينا نطلع مثلا نرجع المحل، نطلع على جيراننا، فيش ضوء، كنا نخاف من الكلاب، من حياية في الطريق تلاقينا إشي. مرة طحت، رحت على دار أخوي وأنا بمشي في الشارع، خفت، قلت والله بدي أمسك التلفون وبدي أولعه عشان أشوف بلكي يعني كون عقربة، كون حي يعني تلاقيني إشي. والله ما ولعت هذا إلا الحي، إلا الحنيش، حنيش اسود مبرق، والله اني قديخ يوم قدامي. قلت سبحان الله، يعني ربي قال لي هيك اضوي التلفون عشان تشوفي شوفي قدامك. كان اولادي واولاد اخوي يطلع على اولاد على دار عمامهم، ما يخافوا يطلعوا في الليل. الحين الفتره هذه مع الاضاءه ان شاء الله تكون الامور احسن من هيك، ان شاء الله يمارسوا في الأشياء الأفضل، إن شاء الله يكملوا الشارع للآخر.